اليوم قائمين بنشاط اللي هو تكليلا لانتهاء العام الدراسي، وايضا تكليلا لانهاء النشاط الحر. قمنا بعرض هذه الانتاجات، هي من انتاج الطلبه خلال فتره شهرين متتاليات. ايضا لا ننسى ايضا عرض مشاريع الطلبه في هذا ايضا، وايضا تفعيل المناسبات الوطنيه من نكبه ومن يوم الاسير وكذا خلال هذه الزوايا. هذا انجاز قامت به طالبات الصف السابع، وايضا طالبات المرحله الدنيا صف رابع خامس سادس سابع. طبعا في هذه المواد جميعها كانت مسلمه لنا من التربيه والتعليم، دعمتنا فيها ونحن قمنا في انجازها داخل النشاط الحر. عملنا احنا زاويه فنيه عن هون عن الأسرة في سجون الاحتلال، هون عن مدينه القدس، وهون عن الكره المهدمه يعني في ضواحي فلسطين والقدس. عملت هدول العجال، بدي احكي لكم كيف عملنا هين. اول شيء جبنا عجال و خشب مدور وغطيناه بجلد عشان تكون مقاعد للأولاد، وحبينا أنه نعمل هذا الإشي عشان تكون البيئة جميلة، وعملنا قاعدة تدريب.